الخبز والدعوات الموجهة للحكومة من أجل حل المشكلة جذريا. أختين إليك، تفضل. نعم مشاهدي زاغروس تي في والزملاء في استوديوهات أربيل، تحية طيبة. إحاطة الإخبارية من كردستان سوريا اليوم، ما زالت أزمة الخبز وتأمين الخبز في مناطق كردستان سوريا مستمرة إلى اليوم. منذ بضعة أيام هذه الأزمة مستمرة بسبب إضراب تنفذه الأفران الخاصة بسبب سعر الطحين المقدم لهم. في مدينة قامش لو مثالا، هناك فرنين كبيرين، أحدهم تحت سيطرة الحكومة السورية ولا يتم التوزيع الخبز للمواطنين من هذا الفرن، وأيضا الفرن الآخر هو تحت سيطرة الإدارة الذاتية، أيضا ليس هناك بيع مباشر للمواطنين في هذا الفرن أيضا. أما اعتماد المواطنين كان على البراكيات والمعتمدين الذين كانوا يحصلون على الخبز من فرن الإدارة الذاتية. الآن هناك يعني ضغط كبير على هذه الأفران بسبب إضراب الأفران الخاصة وعدم العمل. الآن المواطنون يؤمنون خبزهم من الأفران الحجرية التي أيضا عليها ضغط كبير ولا تستطيع تأمين احتياجات كاملة للمواطنين. المطالبات من الأهالي مستمرة للإدارة الذاتية بإيجاد حل لتسعيرة الطحين المقدم لهذه الأفران، كونها تؤدي إلى يعني رفض السوق بالمواطنين بالخبز. وأيضا هناك مطالبات من مراقبين ومن المواطنين بضرورة أن تكون هناك أفران، عدد آخر من الأفران تؤسسها الإدارة الذاتية نفسها لتكون باستطاعتها التحكم بالأسعار وتخفيض الأسعار الخبز على المواطنين. أنتقل إلى الموضوع الآخر، مصادر مقربة من قوات مجلس الباب العسكري تحدثت عن أن يعني القوات التركية من قاعدتها بالقرب من ريف الباب قصفت قرى موجودة في ريف الباب في استمرار لعملية انتهاكات القوات التركية والفصائل الموالية لها بالقصف على المناطق المدنية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. إن كان في سريكانية مستهدفين ريف سريكانية وريف تل تمر، وأيضا في عين عيسى وكوباني هناك استهداف مستمر لهذه المناطق في محاولة يعني زعزعة الأمان في هذه المناطق ومحاولة خلق يعني توتر مستمر تزامنا مع التوتر الذي تخلقه حكومة دمشق لمناطق شمال شرق سوريا ولمناطق كردستان سوريا في يعني الأنباء التي تتحدث عن سيطرة روسية أو تسليم لبعض المناطق للحكومة السورية بوساطة روسية. هذا كل ما لدي اليوم زملائي في هذه الإحاطة، أخبار ومعلومات أخرى أكون معكم في نشرات قادمة. شكرا لكم. نعم، من كردستان سوريا أختين أسعد.